الاخوه الكرد تحيه وسلام. قبل قليل كنت صورت فيديو ما عرفتش انشر ولا لا لانه مو كويس كثير. المهم انا الان في رحله عبر جبل الاطلس المتوسط، رحله قصيره يعني، وكالعاده اخذ معي العلم الكردي لانه بحبه كثير 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 كثير، وبحب القيم اللي هو يمثلها. وانا انتهز فرصه انه فيه موسم تاع الفروسيه عندنا في قبيله هون في جبال، انتهز هذه الفرصه لاخذ صور مع الخيول الامازيغيه الجميله الرائعه، وفي نفس الوقت اخذ صور يعني مع العالم الكردي الذي لا يفارقني كلما يعني اردت ان اتنزه في يعني في مكان متميز مثل جبال الاطلس. كنا ناخذ صور ونحن خايفين، يعني خايفين انه يقولوا لنا ممنوع التصوير ومعكم هذا العالم الكردي. فيه واحد شخص تقدم نحونا وقال، سالنا هل هذا عالم مصر؟ قلنا له لا، ولكن من غير ما نقول له اي شيء. واحدة قريبتي قالت لي خلاص نهرب نهرب قبل ما يتصلوا بالشرطة او يلقوا القبض علينا. فكده فجأة والله احسست بشعور قوي جدا، وقلت لها لو عايزين يندهوا على الشرطة يندهوا عليها، انا مستعدة اموت عشان هذا العالم. والله كده يعني بجنون، يعني ما حسيت، يعني ما انتبهت لما اقول، ولكن احساس قوي نابع من صميم حبي لكم. قلت انا حرفع هذا العالم هون وليتصلوا بما شاءوا من شرطة. المهم هذا العالم اخذت صورة معه كمان مع العالم المغربي لنثبت للعالم كله اننا احنا مع السلام، مع الاخوة، مع الاستقرار، مع خصوصا انا شخصيا يعني مع الوحدة الترابية للمغرب، باعتبار ان الصحراء المغربية هي مغربية وارض امازيغية ولا مجال ابدا لاقامه اي جمهوري عربي صحراوي عليها. اما الكرد فمن حقهم تقرير المصير لانهم على ارضهم مش على ارض غيرهم. انا فخوره اليوم، تعرفوا ليش؟ لاني احسست والله بشعور جميل وقوي، وقلت لقريبتي انهم خلوهم يندهوا على الشرطه كلها، انا مستعده اموت واسجن مره ثانيه وثالثه وخمسه عشان هذا العالم. يستحق أن نسجن من أجله، يستحق أن نموت من أجله. أنا أعرف ماذا أقول، لأنه يمثل السلام، يمثل التسامح، يمثل التعايش، يمثل الحب، يمثل الاعتراف بالآخر، يمثل كل شيء جميل. فلماذا لا نموت من أجله؟ لماذا لا نسجن من أجله؟ مرحبا بكل سجن بكل موت في سبيل هذا العلم الكردي الرائع العجيب الجميل اللي أنا بحبه بجنون، وبحبكم أنتم كمان. مح 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 حبايبي الكرد. ها على فكرة هون العلم اللي هو أهداني إياه السيد مسعود، يا الله لما أكون أهو كمان. ها وهون شو جبال الأطلس. أتمنى إنكم تكونوا بتشوفوا ولو إنه التصوير، يعني أنا مش فوتوغراف، أنا مش مخرجة. ها مهم جبال رائعة. المهم أشكركم على الانتباه وأشكركم على وجودكم أيها الكرد، ومع السلامة. منطقة جبلية رائعة عندنا هون، مع السلامة.